بروتوكول تعاون بين السادات والبطل العقيد محمد عبده لتوسيع قاعدة الكيك بوكسينج. الحقيقة شركة السادات بتسير في إطار دائما رائع جدا، من حيث ان هي يعني قبل كده كان شركة السادات بترعى فريال من خلال وجودها في الشركة، النهاردة شركة السادات وقعت بروتوكول تعاون بين استادات والبطل العقيد محمد عبده طبعا لتوسيع قاعدة الكيك بوكسينج، ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين شركة استادات والعقيد محمد عبده وتبادل الخبرات لاكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد من أبطال لعبة الكيك بوكسينج، حيث تقدم شركة استادات كافة سبل الدعم المادي واللوجستي لتطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها على أن يتولى البطل العالمي اكتشاف المواهب وتدريبهم والوصول بهم لأعلى مستوى. العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قال إن البروتوكول يأتي في إطار خطوة ورؤية الدولة المصرية 2030 لاكتشاف المواهب الرياضية في كافة الرياضات، تزامنا مع تطوير المنشآت الرياضية لتقديم أفضل خدمة رياضية واجتماعية وترفيهية. يذكر أن العقيد أركان حرب محمد عبده أبو ستيت هو ابن القوات الجوية، فيعد صاحب ال 42 عاما بطلا للعالم للهواة في لعبة الكيك بوكسينج 6 مرات، بجانب حصوله على بكالوريوس هندسة وبكالوريوس علوم عسكرية وماجستير في الهندسة، بسم الله ما شاء الله، وماجستير في الهندسة الميكانيكية وعلى الدكتوراه في تخصص نادر وهو التحكم الحراري في الأقمار الصناعية. الحقيقة شيء رائع تشكر عليه شركة السادات، ويشكر عليه طبعا العقيد أركان حرب محمد عبده أبو ستيت اللي هيكون إن شاء الله بعد توقيع هذا البروتوكول متواجد خلال الفترة اللي جاية لتعليم الشباب يعني إيه كيك بوكسينج والكيك بوكسينج ده بيتلعب إزاي. في ناس كتيرة جدا بتتجه لهذا الأمر، ودائما شركة السادات بتروح للشباب وبتعرف الشباب عايز إيه وبتحاول تعمله دائما مع الكبار والعلامات في أي رياضة موجودة في مصر.